ابليس يلعب تشوبي داير مداير الوزير. ابليس يلعب تشوبي داير مداير، بس اللي بيه خير يخاف الله. ولذلك انا قاعد ايجار اليوم يعني، حتى اكون صريح معك يعني، ورافع راسي امام عائلتي وحمولتي يعني. اذا كانت استحقاقاتك وزير الماليه ايش بينطيك اياها؟ لا هي مو هي كوزاره زراعه. استاذ نجم شويه خليها حصره بقلبي يعني، لانه اجرح كثير مشاعر يعني. والله بالاستحقاق يجرح من يجرح، هذه حقائق للتاريخ وتتحدث امام اهلك. استاذ نجم شوف اقول لك يعني، اغلب المستشارين واغلب اللي جو من خارج العراق يكرهون الفلاحين والمزارعين، الله يشهد يعني، يحبون يزرع للاسباب. اكو فوقيه بعدهم يشعروهم خدم عندهم يعني. عندهم فوقيه من فوقيه طبعا. كمل. فكان يتعاملون مع القطاع الزراعي قطاع استهلاكي مو قطاع انتاج يعني، ولذلك ما يخصصوا الاموال يعني. وانا شعرتها يعني من كنت مدير عام، بس من صرت وزير دخلت اطلايب ومشاكل، حتى دولة رئيس الوزراء انحرج من وراي بعدين افتهم هالشيء. هذه الفوقية كنت تسمعها لو كنت لا اسمعها؟ احدهم الي شخصيا قال لي، بس ما راح اقول اسمه يعني. ايش قال لك؟ اقسم بالله قال لي انطي رعاية اجتماعية للفلاحين وما انطيهم دعم. ليش؟ بدي اقول لك حالة فوقية. فايخ هذا؟ لا فوقية. لا فايخ. كانوا بالخارج. فايخ؟ بالخارج كانوا. كل اللي جوي من برا. اي. وما اكلوا من الخالة والشعير. هسه إذا هو ويسمع إذا هو يتعامل مع الفلاح العراقي بفوقية، ترى احنا ندري ياك كان يبيع موبايلات، وياك كان سايق تاكسي، وياك كان يشتغل نادل بملهى، وياك شلون بني كلهن ندري بيهن. رحم الله امرأً عرف قدره نفسه، الوقت أغامه. هي هاي الديمقراطية. لا هاي مو الديمقراطية. لا هاي الديمقراطية. هاي الديمقراطية. طبعا. لأنه نظام الأكثر. مو حلوة ديمقراطية الغمان من يشوف نفسه على أهله. تعرف لي يعني اللي يشوف نفسه على أهله شنو؟ أنا بتدبيتي أسميه ابن حرام. لا طبعا. يسأل أمه عن أبيه. عندك فلوس؟ من طلع شخصية؟ اي ثبتها بالكشف الذمة المالية، عندي 100 مليون موجودة بالتي بي اي. مالاتك رواتب؟ رواتبي رواتبي وحوافز يعني. اكو قضية ويشهد الله حتى انت جبتها بالطاري، لم يدخل في بيتي فلس حرام من تاريخ دخولي الى الوظيفة الى اليوم، ولذلك انا قاعد ايجار اليوم يعني، حتى اكون صريح معك يعني، ورافع راسي امام عائلتي وحمولتي يعني، وامام رب العالمين يعني. هذا الموضوع يعني وازيتني ان اتكلم بي يعني، بالرغم من مغريات الوظيفه يعني، بالرغم من ما موجود من ابليس يلعب تشوبي داير مداير الوزير. ابليس يلعب تشوبي داير مداير، بس اللي بيه خير يخاف الله يعني. بالنتيجه الوظيفه والكرسي زائل يعني. والشياطين زائلين يعني، اللي بيه خير يثبت على نفسه يعني. واتحدى من يكون راقصتهم، اتحدى من يكون وزاره الزراعه راقصتهم حتى تتجنبهم. إن انا مدير عام اراضي ومدير زراعه ووزير، ملف واحد او جناية أو كلام يعني. زين.